ماذا بعد تسجيل أول حالة كورونا في اليمن رسمياً؟ هل ستتمكن السلطات في حضرموت من احتواء الحالة وتعقب احتمالات انتشارها؟ وماذا عن بقية المحافظات اليمنية؟ هل هي فعلاً خالية من أي حالة؟ أهلاً بكم. أعلنت السلطات اليمنية عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في منطقة الشاحر بمحافظة حضرموت. وقال علي الوليد المتحدث باسم اللجنة العليا لمواجهة كورونا، قال إنه تم فحص 120 حالة اشتباه معظمها في مناطق الحوثيين، لكن النتائج كانت سليمة. فهل فعلا صنعاء وعدن وبقية المناطق اليمنية خالية من الفيروس؟ يخشى مراقبون من تفجر الوضع في اليمن، البلد الذي لا يملك مقومات صحية عادية مقارنة ببلدان كبرى انهارت أنظمتها الصحية نتيجة سرعة انتشار الفيروس والضغط الهائل على المستشفيات، وتحذر منظمات صحية وناشطون من التساهل في التعامل مع الوباء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتوائه في مستوياته الأولى وتكثيف الجهود الرسمية والفردية كالابتعاد عن التجمعات العامة والالتزام بتعليمات النظافة والحجر المنزلي. فهل سينتصر اليمنيون على كورونا؟ وقد قامت فرق الترصد الوبائي والاستجابة السريعة. بعد أسابيع من الترقب تدخل اليمن رسميا دائرة الخطر مع تسجيل أول حالة كورونا في منطقة الشحر بمحافظة حضرموت. المصاب رجل ستيني العمر من أبناء المنطقة، تقول السلطات المعنية إن حالته مستقرة وتحت الملاحظة، وإنها اتخذت جميع الإجراءات المتعلقة بالبحث عن الأشخاص الذين احتك بهم خلال الأيام الماضية لإخضاعهم للحجر الصحي في إطار جهود احتواء الوباء قبل خروجها عن السيطرة. الناطق باسم اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا علي الوليدي قال في مؤتمر صحفي إنه تم فحص 120 حالة اشتباه معظمها في مناطق سيطرة الحوثيين، لكن النتائج كانت سلبية. وشدد الوليدي على اتخاذ الإجراءات الاحترازية سواء من قبل السلطات المعنية أو الإجراءات الوقائية من قبل المواطنين أنفسهم، والالتزام بغسل اليدين والابتعاد عن التجمعات والأماكن المشتبهة العامة. خلال الأيام الماضية تم تسجيل عدة حالات وفاة في مناطق مثل صنعاء ودمت وغيرهما، سجلت رسميا لأسباب طبية مختلفة، فيما يرى مراقبون أن سلطات الحوثيين تسعى للتكتم على أي حالات إصابة بكورونا لأسباب عديدة، أحدها أن أنشطة الجماعة قائمة على التجمعات البشرية بشكل رئيس. ها هي المعجزة تتبخر، والاستثناء الذي افترضه بعض اليمنيين يتلاشى أمام وباء لا يفرق بين شعوب نالها من الأمراض ومخلفات الحرب ما يفترض أنه يكفيها وبقية المجتمعات. يأتي هذا الوباء ليضاعف معاناة اليمنيين مصحوبا بموجة من الهلع جعلت من الجميع هذه المرة متساوين أمام خطر الإصابة به. بعد تسجيل أول حالة سيكون اليمنيون أمام تحد من نوع مختلف هذه المرة، فسبل مكافحة الوباء تعتمد على السلطات والمواطنين بشكل تكاملي، ويبقى الالتزام والتعامل بمسؤولية من قبل الجميع هو حجر الزاوية في احتواء الوباء من عدمه، والنماذج من بلدان أخرى ماثلة للعيان. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة ستكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية حياة الذبحاني الناشطة الحقوقية من تعز، وسينضم معها آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذة حياة. مرحبا، أهلا وسهلا بكم وبكل مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. نسأل الله عز وجل السلامة للمشاهدين الكرام ولبلدنا الحبيب. اللهم آمين. أستاذة حياة، بداية، كيف تابعت إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا في حضرموت أمس؟ نعم، في حقيقة الأمر أصابنا الذعر والهلع كبقية مواطني الجمهورية اليمنية حين سمعنا بتسجيل أول حالة كورونا في محافظة حضرموت، والتي كانت كذلك هذا الخبر كان خبر مؤلم للجميع. كنا متفائلين جدا بأن اليمن لا زالت مؤشرات دخول فيروس كورونا الصفر، ولكننا اليوم ندخل في هذه المعمعة ونتمنى من الله عز وجل أن يكشف هذه الغمة. رسالتنا هي إلى كل أبناء الشعب اليمني الالتزام بالجلوس في المنزل، وكذلك الالتزام بالتوعية الصحية قدر المستطاع، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة حتى نقي أنفسنا هذا الفيروس. نعم، سنتحدث عن أهمية هذا الأمر أستاذة حياة وانتشار الوعي في هذه النقطة، ولكن
ولكن قبل ذلك السلطات قالت بأنها تعقبت الأماكن والأشخاص الذين احتك بهم الرجل المصاب شفاه الله. وكذلك أيضا رئيس الوزراء تحدث اليوم بأن هناك تعقب كبير لكل من احتك بالرجل وعملية حجر صحي لكل أولئك. هل تعتقدي أن السلطات أستاذة حياة ستنجح في احتواء الوباء بصورة جيدة؟ نعم، في حقيقة الأمر نحن نعتبر ذلك هو ضرب من الوهم. هذا الشخص كيف دخل إلى اليمن؟ نحن سمعنا بأن هذا الشخص أتى من الشحر ودخل عبر ميناء الشحر، جميع المنافذ مغلقة إلا منفذ الشحر ومنفذ الضباء، وهو كما نعلم هو تحت إدارة ضباط إماراتيين. كيف دخل هذا الشخص وهو مصاب بهذا الفيروس، هذا الفيروس الذي ينتشر كالنار في الهشيم؟ شخص واحد قد احتك بعدة أشخاص في الميناء، قد ذهب كثير من الذين كانوا محتكين به إلى أماكن أخرى، إلى كم شخص انتقل هذا الفيروس؟ نحن نعتقد بأن الوضع سيكون أسوأ إذا لم تقم الحكومة الشرعية كذلك ووزارة الصحة بتحمل واجباتها الأخلاقية والإنسانية والطبية أمام هذه الكارثة التي ستجتاح كل أنحاء اليمن. نتمنى أن يسيطر على الوضع في محافظة حضرموت المكلا، ونتمنى أن يتعامل مع الحالات المشتبه بها والأشخاص الذين احتك بهم هذا الشخص بعين المسؤولية الطبية، وتتبع جميع كذلك الأماكن التي ذهب إليها هذا الشخص، لأن هذا الفيروس كما نعلم هو لا يميز بين أحد وينتقل بسرعة كبيرة جدا وفائقة. ونتمنى كذلك من الناس أن يعوا حجم هذه الكارثة وأن كذلك يقوموا بالذهاب إلى المستشفيات وإلى أماكن الحجر الصحي حينما يجدوا الأعراض قد انتشرت فيهم. نعم، إذا أستاذة حياة، يعني هناك قرار إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وكما تحدث رئيس الوزراء بأن فقط هناك مسموح لدخول يعني الحركة التجارية. هل تعتقدي أن اليمن قادرة على الصمود في ظل يعني إغلاق تام؟ يعني هذا الفتح الجزئي نوعا ما ضرورة من ضرورات الحياة بالنسبة لليمنيين، خاصة في كل الظروف المحيطة بالبلد؟ نعم، حتى نكون صادقين وشفافين في هذا الموضوع، المواطن اليمني فقد ثقته بالحكومة الشرعية وكذلك بما تقوم به الحكومة الشرعية تجاه المواطنين. نحن كنا مثلا لنضرب مثلا، نحن هنا في مدينة تعز عانت المستشفيات واعتقد كل أنحاء الجمهورية من الانهيار الصحي، لم تقم الحكومة الشرعية ووزارة الصحة بتحمل واجباتها تجاه الناس المرضى، مرضى السرطان، الفشل الكلوي، الجرحى، الوضع الصحي المنهار في الجمهورية بشكل عام. لم تستطع الدولة أن توفر في لحظة ما أسطوانات الأكسجين. نتمنى أن تتحمل فعلا الحكومة الشرعية ورئيس الجمهورية مسؤولياتهم أمام هذا الشعب الذي عانى الأمرين، عانى الحرب والجوع والفقر وكثير من كذلك الضغوطات النفسية بسبب الحرب التي تشنها الميليشيات الانقلابية على اليمن بشكل عام. يجب أن يتعامل مع هذا المرض وهذا الفيروس بشكل جاد، عدم الاستخفاف واللامبالاة بانتشار هذا الفيروس. نحن دولة لا تمتلك المقومات الصحية أو الطبية لمواجهة هذا الفيروس، لم تستطع دول عظمى الصمود أمام هذا الفيروس، فكيف بالجمهورية اليمنية التي للأسف الشديد لا نمتلك منظومة صحية تقي المواطن البسيط من التعرض لهذا المرض أو ذاك الفيروس وكذلك الدفاع عنه. نعم أستاذة حياة، دعيني أنقل مخاوفك ومخاوف الكثير من اليمنيين للسيد جمال بلفقيه منسق اللجنة العليا للإغاثة عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ جمال. مساء النور. تتحدث ضيفتي عبر الأقمار الصناعي حياة الذبحاني عن انهيار تام للمنظومة الصحية في اليمن، عدم وجود أي مقومات حقيقية يمكن البناء عليها في ظل انهيار الدول العظمى صحيا، فكيف باليمن؟ هل ستستطيع مقاومة هذه الجائحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حييكم حي المشاهدين الكرام. الحقيقة بالنسبة للاستعدادات الموجودة
طبعا اللجنة الوطنية العليا للوقاية من كورونا وكذلك الاستعدادات هي بتعمل جهودها بما هو متاح لها بالطريقة اللي هاي الصحية عملت لها في معدن وفي المكلا وفي كثير من المناطق التي موجود فيها، وقدمت لهم مساعدات من مركز الملك سلمان. وطبعا خلال الفترة القادمة وقعت مركز الملك سلمان ب 25 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لإرسال المساعدات الطبية والعينية لجميع المحاكم الصحية والمستشفيات التي استطاع أنها تقاوم هذه الجائحة التي حلت العالم كله بذات منها اليمن. في الحقيقة طبعا ينقص يمكن حاجة كثيرة، ينقص بالنسبة للمواطنين الوعي. لحد الآن لا زالت كثير من الازدحامات الموجودة، ولا زال الناس لم يتمثلوا بالبيوت مثل التعليمات الصادرة من وزارة الصحة ومن الهيئة الوطنية العليا. طبعا نتمنى إن شاء الله أن يحصل المرض في الحالة الوحيدة التي أتاءت وتنتهي المرض وتكون تعيد الحالة الطبيعية، لكن كذلك يحتاج أن من خلال الوزارة الصحة والناس المقيمين في وزارة الصحة أن دائما يكونوا يتواصلوا مع برنامج مع الصحة العالمية لكذلك الطلب ما يحتاجون من معدات. يعني من كلامك أفهم أنه لا يوجد حلقة وصل بينكم؟ طبعا هي طبعا بالنسبه للهيئه العليا لحاله الطوارئ هي شكلت من عده اشخاص. اللجنه العليا للاغاثه هي بعيده عن هذه اللجنه، هي شكلت في بعض الوزراء ووزاره الصحه بشكل خاص وبعض ومع كذلك السلطات المحليه، لان هي المعنيه في عمليه ايجاد الحلول المناسبه لل، لكن احنا في اللجنه العليا احنا نتابع العمليه عن كثب ونلاحظ ان في جهود تبذل في هذا المجال، لكن قد تكون الجهود هذه حسب الامكانيات. لكن يعني خلال الدعم الكبير الذي واصل الان عن منظمه الصحه العالميه اتمنى ان يستغلوا هذا الدعم لعمليه ايجاد الاشياء التي ممكن تفيد المواطن. نعم، هذا الدعم استاذ جمال يعني في ظل انهيار تام للمنظومه الصحيه كيف يمكن البناء عليه؟ يعني لا يوجد لدينا اجهزه تنفس كافيه، ولا يوجد لدينا اماكن تليق بالحجر الصحي، ولا يوجد لدينا مستشفيات مؤهله، ولا يوجد حتى اطباء وممرضين بالعدد المطلوب لمواجهه هذه الجائحه اذا ما انتشرت لا سمح الله، فكيف يمكن مواجهه كل ذلك؟ هو يحتاج في الفتره الحاليه أن يكون فعلا في وعي موجود، وكذلك أن يتم عملية في أرقام طبعا خاصة عندنا هنا في محافظة عدن في أرقام خاصة لإبلاغ أي حالة موجودة، ويكون كذلك يبدأ المحاجر الصحية من خلال التحفظ على أي إصابة موجودة في البيوت وتأتي إليها الطواقم الطبية إلى 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 إلى, إلى, إلى البيت كذلك، وحصر الحصر للناس اللي هم مشتبهين في عملية هذه، وكذلك إذا زادت الحالة تنقل المحاجر الصحية الذي هي متواجده هي. نحن كذلك التي يجب ان تكون في حاله استنفار كامل جميع المستشفيات اللي موجوده في الجمهوريه كما يكون فيها هي محاجر صحيه على في كل مديريه. طبعا الجهود تبذل لكن بشكل اقل. طبعا اذا كان جميع العالم هو يواجه هذه الجائحه وانهارت امام هذا الفيروس، ان شاء الله لا ياتي لليمن، لان فعلا عندما ياتي لليمن ستحصل كارثه كبيره والتخوف موجود عند كل واحد. لكن نتمنى من الله السلامة، واتمنى من الله ان يكون في وعي وادراك على الاقل في الفترات القادمة ان يعني جميع المواطنين ان يلتزموا بالتعليمات الاحترازية من اجل يعني تقلل الاصابة او تنتهي الاصابة بشكل عام. طبعا خلال الامس لما بدات الحالة الموجودة عملوا اغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية لعدم وصول ما بين المحافظات من اجل حصر هذا المرض، ولحد الان هي حاله موجوده وان شاء الله لا تكون تتطور هذه الحاله الى اي حاجه، لكن لحد الان لم يظهر اي شيء حاله جديده او يظهر اي شيء بالنسبه يخوف. ان شاء الله يكون الامر يكون افضل من كذا ان شاء الله. نعم، اذا استاذ جمال لو سالتك كيف يمكن تنفيذ برامجكم في مناطق سيطره الحوثيين، هل هناك اي تنسيق بينكم وبين منظمات دوليه لتسهيل هذا الامر؟ هي طبعا هي بالنسبه للمناطق تحت سيطره الحوثي حسب تصريح المشرف العام الدكتور عبد الله الربيعه
أن تم التوقيع مع منظمات دولية التي هي ممكن تقوم تتوصل أنها تقوم بالحالات هذه وتقوم بعملية التواصل مع المناطق التي تحت سيطرة الحوثي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك جمال بلفقي منسق اللجنة العليا للإغاثة، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذة حياة. أستاذة حياة، لو تحدثنا عن ما يعانيه المواطن اليمني، هناك الحرب منذ 5 سنوات فتكت بالأسرة اليمنية وبمنظومتها الاقتصادية، الفقر شديد وبنسبة عالية جدا، الحصار، عدم وجود الرواتب، المنظومة الصحية، وأيضا نقطة مهمة وهي الوعي. يعني كيف أستطيع أن أحدث أسرة لا تجد قوت يومها أن تغسل يديها كل ساعة إلى ساعتين بالماء والصابون الذي قد لا تجده، لا الماء ولا الصابون؟ يعني نحن حقيقة أمام معضلة حقيقية، ليس فقط بسبب الجائحة ولكن بسبب الوضع الراهن للمواطن اليمني. نعم فعلا، الوضع في مدينة تعز وفي كل أنحاء الجمهورية هو وضع مأساوي للغاية ووضع مؤلم جدا حد السماء. نحن أمام فقر مدقع يلم ويكاد يفتك بمعظم الأسر اليمنية. نحن أمام أسر لا تجد قوت يومها، نحن أمام أسر لا تتناول سوى وجبة واحدة في اليوم، نحن أمام كوارث كذلك في الجانب الصحي وانهيار تام في الجانب الصحي. نالت ما نالت هذه مثلا المحافظة في جانب حمى الضنك والحمى الفيروسية، ولم نرى أي من المنظمات الدولية أو منظمات الصحة العالمية تعنى بهذه الأمراض التي فتكت بكثير من الناس في كل أنحاء الجمهورية. نحن نتحدث هنا عن مواطن بسيط لا يمتلك قوت يومه، فكيف تنهاه عن الخروج من المنزل، سائقي الدراجات والباصات وأصحاب الحرف اليدوية وكذلك أصحاب البسطات والباعة المتجولون، هؤلاء من لهم إن خرجوا من إن مكثوا في المنزل، من الذي سيأتي إلى صغارهم بقوت يومهم؟ حينما نقوم بتوعية هذه الفئة من الناس يقول لك بكل بساطة مرحبا بكورونا لنموت موتا سريعا، لأننا نموت كل يوم 1000 مرة من الجوع والفقر والمرض. نحن أمام كارثة فعلا تهدد المجتمع اليمني بشكل عام، ونتمنى من كل دول العالم التي تمتلك الضمير الإنساني أن تلتفت إلى الجمهورية اليمنية عامة وإلى مدينة تعز المحاصرة خاصة، لأن هذه المحافظة فعلا ينالها ما ينالها من الجوع والبأس والشقاء والحصار. كانت هناك عدة مبادرات في التوعية هنا في محافظة تعز، وتولت كذلك مؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي حفظه الله ورعاه بتوفير أجهزة للفحص الحراري في مداخل المدينة في نقطة الهنجر، وكذلك التنسيق مع مكتب الصحة وإعطائهم هذه الأجهزة لفحص القادمين من بعض المحافظات الجمهورية في مدخل هيجة العبد للقادمين من محافظة لحج وعدن، وكذلك طريق الأقروض سامع، الطريق الخضراء للقادمين كذلك من صنعاء وإب ومناطق الشمال، إضافة كذلك إلى القادمين من الساحل الغربي في منفذ الصافية. نفذت كذلك مؤسسة الشيخ حمود المخلافي هنا في مدينة تعز كثير من حملات التوعية وحملات الرش والتعقيم للتجمعات السكانية، وكذلك أستاذة حياة يعني رغم الوضع الاقتصادي السيء وكذلك للجبهات، وهناك كذلك كثير من المبادرات كمؤسسة MDF وكذلك مؤسسة توكل كرمان في منطقة الحجرية. نحن نحيي هذه الجهود الشخصية بعيدا عن جهود الدولة التي لم نرى لها الآن أي تواجد. لو تحدثنا أيضا عن مدينة تعز لم نرى لهذه الظروف التي تحدثتي عنها الاقتصادية التي يمر بها المواطن جدا مؤلمة كما ذكرتي، ولكن لو انتقلنا أيضا إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، هل تعتقدي أنها فعلا خالية من حالات الإصابة بكورونا؟ نعم،
الوضع بشكل عام في كل أنحاء الجمهورية ليس هناك مستشفيات خاصة بإقامة مثل هذه الفحوصات، ولا تمتلك الدولة سواء في المناطق الشرعية أو في المناطق التي يسيطر عليها الجماعات الحوثية أي من أجهزة الفحص عن فيروس كورونا، ولا تمتلك كذلك المقومات لمواجهة هذا الفحص. الوضع لا يزال هنا ضبابي في الجمهورية اليمنية بشكل عام. نحن أمام كذلك مستشفيات كما ذكرت مسبقا هي منهارة تماما، لا تمتلك حتى أسطوانات الأكسجين، ناهيك عن التنفس الصناعي وعن غرف العزل وكذلك عن أجهزة غرف العناية المركزة بشكل عام. يعني مثلا نحن هنا في مدينة تعز، أتحدث عن مدينة تعز، منظمة الصحة العالمية حتى الآن نسمع جعجعة ولا نرى طحينة. هناك أخبار بأنها سوف تأتي بخمس لغرف العناية المركزة واثنين من الأجهزة الصناعية. لك أن تتخيلي أستاذة آسيا، محافظة يقطن فيها ما يقارب 5 مليون، تعطى 5 غرف للعناية المركزة واثنان من أجهزة التنفس الصناعي. يعني مؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي مثلا وفرت 5 غرف للعناية المركزة، ووفرت كذلك 4 من أجهزة التنفس الصناعي، وهي جهود شخصية. أين دور المنظمات؟ أنا أتحدث هنا وأستغل الفرصة لأنادي بأعلى الصوت، أين دور منظمات الصحة العالمية وأين دور المنظمات الدولية التي يجب أن تعنى بالإنسان في هذه الظروف؟ نحن في مرحلة حرب، وهذه المحافظة ما الذي تقوم به إذن السلطة المحلية أستاذة حياة؟ نعم، ما هو دور السلطة المحلية؟ يعني هل تجدين يعني توعية، هل تجدين يعني محاولة تخفيف التجمعات ببعض القرارات التي يعني إغلاق بعض الأسواق، إغلاق بعض المنافذ، ويعني بعض الإجراءات التي لنقل في متناول أي سلطة محلية في ظل الوضع الراهن؟ نعم، السلطة في مدينة تعز تقف عاجزة اليدين، ليس في يدها شيء. كيف تمنع مثلا المواطن من التجمعات السكانية؟ تقوم مثلا السلطة هنا اليوم قاموا بإغلاق بعض الأسواق وبعض أماكن التجمعات، لكن الأهالي ذهبوا إلى الشوارع الفرعية وقاموا كذلك بممارسة أعمالهم. نحن تحدثنا بأننا أمام مجتمع يعاني الفقر وشظف العيش والفاقة، كيف يمنع هذا المواطن مثلا من الخروج لكسب قوت يومه؟ من الذي سيعطي صغاره؟ من الذي سيطعمه؟ نحن أمام منظمات يجب أن تقوم بدورها على الأقل في إغاثة الشعب اليمني بالمواد الغذائية حتى يلتزم الجلوس في البيت. التوعية مطلوبة فعلا، وعدم الاختلاط كذلك مطلوب، لكن نحن أمام مجتمع يعاني الجوع، كيف لهذا المجتمع أن يجلس في البيت؟ من الذي سيأتي له بقوت يومه؟ بالذات مع الحرب كثير من أرباب الأسر فقدوا أعمالهم، فقدوا كذلك رواتبهم، انقطاع الرواتب سبب كذلك مشكلة كبيرة. نحن فعلا أمام كارثة إذا لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذا البلد الفقير، فإنه فعلا ستكون كارثة. إذن شكرا. ربما ستكون الكارثة الأكبر هي في اليمن. شكرا جزيلا لك يا حياة أذبحاني الناشطة الحقوقية، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. وننتقل إلى القاهرة عبر سكايب مع الدكتورة ذكرى النزيلي، عضو المجموعة الاستشارية اليمنية لمواجهة فيروس كوفيد 19 كورونا. مساء الخير دكتورة ذكرى. مساء النور، ومساكم الله بكل خير وعافية، وأدعو الجميع بالصحة والعافية والمحبة والأمان بإذن الله. وإياك دكتورة. إذن بعد تسجيل أول حالة في اليمن، برأيك ما هي الإجراءات المفترض اتخاذها لاحتواء انتشار الوباء؟ والله يا عزيزتي، في إجراءات عامة وفي إجراءات خاصة. في إجراءات عامة تتخذها الدولة هي على حسب منظمة الصحة العالمية، هناك 8 أعمدة نقدر نسميها 8 أعمدة لمواجهة المرض، منها العامة كما قلت، والتي قد بدأت الحكومة باتخاذها سواء في الشمال أو في الجنوب والحمد لله، منها غلق المعابر، غلق المنافذ، الحد من الدخول من اليمنيين المقيمين بالخارج بالذات من الدول الموبوءة أو المكتشف فيها المرض. هناك إجراءات بإقامة بعض المراكز العزل والحجر الصحي، تم التجهيز بها طبعا، وهناك اجراءات ايضا
تأسيس أو تقويم أو إحشاء كبار الأجهزة التي تهتم بفحص المرضى مثل البي سي آر والأجهزة الأخرى. طبعاً هذا معروض في الشحات العالم أكمله، لكن اليمن بتحاول تعمل استطاعتها بالموجود. هناك إجراءات خاصة وهي نشر الوعي الصحي، نشر المعلومة الصحيحة، إجراء التباعد الاجتماعي أو العزل الجسدي كما هو مفهوم معروف الآن ومنتشر في كل أنحاء العالم، عزل الناس أنفسهم في بيوتهم، استخدام الأدوات النظافة، غسل اليدين بالماء والصابون، تعقيم الأسطح بالكلور أو بالكحول، تعقيم كل ما نتلمسه أيدينا. يعني هذه الإجراءات اللي هي يعني وزارة الصحة والسكان يعني متمثلة بمركز التثقيف، المركز الوطني للتثقيف الصحي، بيحاول نشرها. أيضا المجموعات أو المجموعات الاستشارية، المجموعات المجتمعية بتحاول أيضا نشرها. لابد أيضا من القيام بالتدريب وبناء القدرات للعامل الصحي، لابد من إحضار ما يسمى بالسي بي إيز أو البيرسونال بروتكتيف إيكويبمنت اللي هي المواد العازلة والواقية لإنتشار المرض بالنسبة للكادر الصحي. هذه مجملها هي الإجراءات اللي المفروض إنه اتخاذها على كل دولة. ومن شرطنا يعني الحظ، خلينا نقول كمان عشان نطمن الناس إنه اليمن هي آخر دولة أصيبت أو دخل فيها المرض، والمريض بإذن الله يتشافى ويتعافى، وإن شاء الله سلطة في حضر الموت في الشحر على وجه التحديد عملت اللازم وحفرت وعزلت المريض ووضعته في الحجر الصحي أو في العزل الصحي، وبإذن الله حالته تتشافى، وبإذن الله يتم ترصد الحالات التي يعني صاحبها أثناء وجوده في عمله، وبإذن الله يتم هذا ما نتمنى بالتأكيد. دكتورة ذكرى ابقي، قلت هذا ما نتمناه. دكتورة ذكرى ابقي معنا، سأعود إليك بعد أن تنضم معنا الأستاذة كوكب الذيباني من رئيسة شبكة نساء من أجل اليمن عبر الهاتف من إسطنبول. مساء الخير أستاذة كوكب. مساء النور أختي، أهلا بك. أستاذة كوكب، بعد تسجيل أول حالة كورونا، كيف تقيمين أداء السلطات المعنية في حضرموت؟ طبعا احنا نرى أنه تصرف دولة ومسؤول بحيث أنهم أخذوا الإجراءات اللازمة. أولا أعلنوا عن وجود حالة يعني، وهذا هو ما نحتاجه في اليمن، يعني التصرف المسؤول والواعي، عملوا كل الإجراءات اللازمة بعد إعلان هذه الحالة. وبلد مثل اليمن يعني أنا أرى أنه كان تصرف مثل ما قلت من قبل مسؤول وواعي. نعم، هل تشعرين يعني أو شعرتي بالقلق حيال وجود حالة أو تم تسجيل حالة خاصة في وضع اليمنيين الراهن؟ هو الموضوع أنه اليمن هي أكبر تحدي بالنسبة لها هو الوجود الصراع الموجود الحالي يعني، وكذلك انهيار البنية التحتية للصحة اللي موجود. يعني اليمن لم تستطع أن تقاوم أمراض سهلة العلاج مثل الكوليرا وإلى آخره. يعني نحن قلقون ليس فقط يعني لدى اليمن تحدي أكبر، لأنها لا فقط لن تستطيع يعني مع الإمكانيات الموجودة لن تستطيع مثلا مواجهة بالإمكانيات الصحية الموجودة مواجهة التفشي المرض، وكذلك ليس لديها الاستعداد الكافي. في كل أزمة يجب أن يكون في استعدادية كافية، وهذا ما يقلقنا بخصوص تفشي هذا المرض. نعم. دكتورة ذكرى، لو عدت إليك وسألتك عن نشاط المنظمات الدولية، هل تجدي أنه كافي في اليمن خاصة ونحن بلد منهارة بنيته الصحية بالذات؟ والله يا عزيزتي الموضوع معقد، يعني الموضوع مش يعني بجرد منظمات دولية، لأنه حتى في الدول المتقدمة كما نرى يعني ما زالوا يعانون، ورغم قوة النظام الصحي الذي لديهم فما بالك ببلد مثل اليمن. المنظمات بتحاول مثل منظمة الصحة العالمية، منظمات الأخرى العاملة في ما يسمى الكتلة الصحية، أكثر من 45 منظمة دولية ومحلية، الجميع بيحاول.
هناك اكيد بطء في بعض الاجراءات، لانه دخول المواد اللازمه للتشخيص بيكون صعب، او هناك يمكن ربما نقول نوع من البطء او البيروقراطيه في، وهذا معروف في كل الاوبئه ليس فقط في هذا الوباء. الجميع بيحاول، لكن انا بصراحه يعني متفائله نوعا ما، والناس لابد ان تتفائل، لان اليمن عندها تجارب سابقه مع الاوبئه، سواء كان مع الكوليرا او مع الدفتيريا او مع الدنجي او ما يسمى بالمكرفس والامراض هذه كلها، وبالتالي نعم. لكنها تجربة لا يقاس عليها دكتورة، يعني هي تجارب سيئة للأسف. يعني كم عدد الناس الذين يعني توفوا بسبب هذه الأوبئة؟ لم يتم حصار الوباء، كان هناك سرعة لانتشار المرض، وهي أوبئة يعني ليست سريعة الانتشار مثل كورونا. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، لكن يعني أجهزة الترصد في اليمن جيدة، أو خلينا نقول نظام الترصد في اليمن جيد، تعلموا من التجارب السابقة. أنا أقصد خلينا نكون إيجابيين في أنه الموجود معنا في خضم الانهيار الحاصل هو جيد نوعا ما، يحتاج فقط إلى التركيز، إلى الشفافية، إلى اتخاذ الإجراءات الصحيحة في الوقت الصحيح، يحتاج إلى التكاتف، يحتاج إلى التعاون بين كل الجهات، إلى التنسيق بين كل الجهات، يحتاج إلى أن نحن ننسى شوية المهاترات والشتات السياسي الموجود هنا، وإذا ما تم هذا كله صدقيني، وإذا ما تم أيضاً أن الناس أيضاً يعني يهتموا بصحتهم، يهتموا بتقوية مناعتهم، ويهتموا بتغذيتهم، ويهتموا بنظافتهم الشخصية، ويهتموا بعزل أنفسهم نوعاً ما، يعني قدر الإمكان لابد أيضاً من مساعدة المجتمع. أنا أعتقد أنه هذا المرض مرض الفرد، يعني يستطيع أن يقي نفسه قبل أن يضطر إلى أدوات الاستجابة اللي هي موجودة في المستشفيات. اليمن نجاحها سيكون في الوقاية. أنا هذا برأيي. اليمن أو اليمنيين من يعني أبسط من أبسطهم إلى أعلاهم، الكل يعني يعاني من شحة الاستجابة الصحية أو النظام الصحي أو المستشفيات المجهزة. إذا يعني ما دام هذا هو الواقع، فلا بد علي أنا كشخص أن أقي نفسي، لا ألجأ أو لا أضطر إلى أن يتحول وضعي الصحي إلى مضاعفات. وبالتالي أنا أركز على الوقاية والحصر والعزل والبقاء في البيوت قدر الإمكان. أنا عارف أن هذا الأمر صعب، نعم، خاصة بالنسبة لمن هناك أجراءات أخرى، لابد أيضا على المجتمع ككل أن يقوم فيما بينه البين، التراحم والتكافل الاجتماعي والمبادرات المجتمعية الموجودة فيما بيننا. ما زالت عندنا حالة واحدة، وأعتقد هذا هو امتحان قوي جدا لنا جميعا. حالة واحدة يكون انتشر بين بقية السائقي الشاحنات، لكن نستطيع أن نتحكم في هذه الحالة والحالة التي انتشرت بإذن الله. أهم شيء أن كل واحد ينطاع للأدوات الوقاية التي يعني تذكر في كل سأعود إليك دكتورة أتحدث عن موضوع الإيجابية التي تطرقت إليها، ولكن لو سألتك أستاذة كوكب، يعني أولا اليمن آخر بلد ربما تم تسجيل إصابة فيه، وهذا كان مدعاة تفاؤل كبيرة بالنسبة لليمنيين، وكان يعني هناك مراهنين أن اليمن التي أصيبت بكل شيء ربما ستحمى من هذا الفيروس. برأيك يعني ما هو سبب تأخير تسجيل إصابات في اليمن؟ هل وضعها في الحرب ساعد على هذا التأخير، وهل ربما يساعد أيضا على عدم الانتشار برأيك؟ حقيقة مثل هذا الموضوع يحتاج إلى شخص متخصص في مثل هذا الموضوع اللي هي انتشار الأوبئة وإلى آخره، لكن أنا أرى من وجهة نظري هو أن اليمن أصلا بلد معزول، هذا أولا. الشيء الآخر يعني قد يكون عدم وجود قوة في ترصد الأوبئة، يعني لم تظهر مثل هذه الحالات. الشيء المهم الذي أنا أحاول أيضا أن أسلط الضوء عليه من خلال عملنا ما نقوم به، هو أنه التحدي الأكبر بالنسبة لليمنيين للوقاية والعلاج يعني
هو أنه مثلا عندما أقول للناس ابقوا في البيوت، هو صعب جدا يعني بالنسبة لليمنيين. أولا نسبة النزوح كبيرة، يعني اليمن أكبر الدول في النزوح الداخلي، وهذا شيء صعب أنك توجد بيئة مناسبة لليمنيين، وهذا التحدي أيضا موجود في سوريا. الشيء الآخر اللي يعد مشكلة أنه فكرة البقاء في البيت هي مجموعة متكاملة من الإجراءات، يعني اليمني لا يستطيع، يعني الغالبية العظمى من اليمنيين تعمل الآن بالأجر اليومي، خاصة بعد انقطاع الرواتب وتوقف كثير من الوظائف أيضا، فبالتالي أصبحت مثل هذه الإجراءات هي الأهم بالنسبة لكورونا، لمواجهة كورونا. لكن ما مدى فعاليتها في اليمن؟ هذا هو الشيء الأصعب الذي نحاول نتكلم عنه دائما، يعني أنت تطلب من شخص إما أن يموت في الخارج أو أن يموت في البيت جوعا يعني. فبالتالي يجب أن ننظر إلى واقع اليمن حتى في التوعية، ننظر إليه، لأنه لا توجد كمامات، مثلا الكمامات المخصصة معينة من أجل يعني أنت تطالب شخص لا يوجد لديه كمية الماء الكافية يعني لغسل يديه، للقيام بغسل يديه. أنت تتكلم شخص يعني لا يوجد لديه حتى قيمة ما يأكل به، وتطالبه بإيجاد صابون ومعقمات وإلى آخره. لذلك يجب أن نكون أكثر احترافية، بمعنى أكثر إبداعا ابتكارية بوجود، وحتى على مستوى كوكب يعني إن سمحتي لي، يعني بابتكار بعض الأمور البسيطة. وجدنا بعضهم يضع منديلا، بعضهم يتحدث عن وقايات يعني في متناول اليد بأقل الإمكانيات التكاليف. ولذلك لكن أنا ألاحظ أن معظم التوعية الموجودة هي توعية ممكن تتوجه لبلدان أخرى غير اليمن، فبد من تغيير نمط، تغيير حكايه خليك في البيت. لابد ان تكون هي باكج او حق يعني كامل، حزمه توعيه كامله خاصه بالمجتمع اليمني. والذي اعرف ان وزاره الصحه في 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 المحافظات الجنوبيه بدات باخراج كتيب ميمنا. فبالتالي الاهم الان بالنسبه لنا اولا ايقاف يعني الاستجابة لإيقاف ضرب النار، لأنه من المهم جدا، لن نستطيع القيام بشيء والأطراف جميعها. يجب أن يتم الآن تولية هذا الملف، أهم يعني يكون، لأنه إذا انتشر المرض بشكل كبير ووجد الناس أنهم أمام صراع أكبر، لأنه التحدي الأكبر الآن أمام العالم هو الصراع، وهذا هو ما ذكره الأمين العام بإيقاف إطلاق النار، لأنه يعلم لن نستطيع كما قال مواجهة التحدي للحفاظ على حياتنا ما دام يوجد هناك صراع. لذلك العالم كل مصلحته أنه أيضا يساعد اليمنيين، والنظر إلى خصوصية اليمن في الصراع ولا كونها من يعني البلد منهك، فبالتالي لابد من تغيير النظرة. أنا مع الأستاذة ذكرى من حكاية في 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 فكرة الإيجابية بالنظر للموضوع، أن لأنه اليمنيين أصلا قد يعني يمر من 5 سنين بهذا الرعب الذي يمر به العالم في شهور قليلة. يعني اليمني يخاف، يعني قد إذا لم يمت مثلا بضرب النار، إذا لم يمت بصاروخ، ممكن يموت في لغم، ممكن يموت من الجوع، ممكن يموت في كثير من القصص التي يعيشها كل يمني من الخوف. بالتالي وجود كورونا الآن هو تحدي أكبر، بالتالي لابد أن احنا نحاول أن احنا نوجد روح إيجابية لمواجهة هذا المرض، لكن من دون عدم لكن يجب أن يكون لدينا الاستعدادية الكافية لمواجهة هذه الأزمة. نعم، إذا بموضوع الإيجابية الذي تحدثت عنه كوكب، أعود إليك أيضا دكتورة ذكرى. جميل الإيجابية، وأود أن يعني أتجاوب معكم فيها، ولكن اسمحوا لي أبتعد قليلا عن هذه الإيجابية وأتحدث معك دكتورة بمنظور المواطن البسيط. يعني حين يفكر دول عظمى كأمريكا، بريطانيا، فرنسا، الصين، كلها انهارت منظومتها الصحية، فكيف باليمن التي أصلا منظومتها الصحية منهارة لا تستطيع مجابهة الأمراض البسيطة، فما بالنا بفيروس سريع الانتشار بهذا الشكل؟ يا عزيزتي، يعني شوفي، يا أنا بتكلم من وجهة نظر صحية، وأيضا من وجهة نظر أنا يعني فاهمة وعارفة أن الوضع الصحي منهار، الوضع الاقتصادي منهار، الناس ما يعني قضية خليك في البيت هذه صعبة، لكن لابد من تنظيم الامور. يعني هناك حلول لاشياء كثيره، مثلا في بعض الدول تم او الاتفاق مع بعض المربعات السكانيه بخروج 30%، يعني 30% من السكان يقوموا بالخروج لقضاء حاجياتهم او حاجاتهم او العمل او الذهاب لشراء الحاجيات او يعني كلنا على حسب. انا اقصد ان احنا جينا في مرحله ممكن نتعلم من الدروس العالميه. الشيء الاخر انه القلق
هو يعني هو قتل النار. بالنسبة للناس، وهذه نصيحتي للمجتمع اليمني، لا تجعلوا القلق يتملككم، سواء كان من المرض أو من التداعيات. الوقاية خير من الهلاك، هذا ما أريد أن أكرر عليه. لأنه إيش بيد الفرد اليمني وإيش بيد المنظمات حتى العاملة هناك، يعني ماذا ستقدم في هذا الوضع؟ قد تكلمنا كثيرا على حدوث المجاعات، وتكلمنا كثيرا على حدوث الوفيات من الأمراض الكثيرة. فلذلك أنا يعني أتمنى إنه الفرد اليمني يهتم بنفسه، يهتم بمناعته، يهتم بتقوية حالته النفسية. يعني كثر سماع الإشاعات، كثر سماع، يعني بالذات لما تكلمت على المصاب والمصاب والآن المصاب مسكين اسمه وكأنه جريمة يعني ارتكبها بإصابته هذا المرض. هو مريض، ليس معجزة المرضى الموجودين في العالم كلها أو موجودين في اليمن. هو مريض سيتم تعافي. 80% من الحالات، يعني معروف هذا علميا، 80% من الحالات يتم شفائها ولا تظهر عليها أعراض. 15% تظهر أعراض متوسطة الشدة وتنتهي ولا تحتاج مستشفيات. 5% هي الحالات التي تنتكس وتحتاج إلى إسعاف في العناية أو إنعاش في العناية المركزة وتنقل صناعي. إذا طالما رب العالمين قد أعطانا 80%، فلماذا لا نأخذ الأسباب في وضع منهار في اليمن؟ نعم. يعني في وضع يعني غير مياه المنظومة الصحية. عندنا مجموعات مثل اللاجئين والنازحين والمهمشين والناس اللي هم في المخيمات، الواحد يفكر فيهم برضه، يعني هذول ما تقدريش تقولي لهم تباعدوا الاجتماع. حتى يمكن ما همش عارفين بوجود الفيروس من أساسه، يعني في مناطق مغلقة، لا كهرباء، لا ما، لا أدوات يعني إلكترونية ولا شيء. هم أصلا لا تستطيع تقولي لهم أغسلوا بالماء والصابون كل ما لمستوا شيء. فهمان يعني كيف الوضع سيء للغاية. لكن نعتمد على الوقاية، نعتمد على الاطمئنان النفسي، نعتمد على تقوية المناعة قدر الأمكان، كلهم على حسب إمكانياته. نعتمد على أن احنا نحاول نقلل من الإصابة إلى 80%، يعني بحيث أنه 5% فقط هي التي قد تستحق أو تستحق أن تذهب للمستشفيات، اللي أصلا المستشفيات ليست مجهزة ولا بذلك يعني الوضع الموجود في العالم. حتى التركيز أستاذ الدكتورة ذكرى يعني على قصص الذين تعافوا وأعدادهم يجب التركيز عليها، يعني دائما نبحث كم توفي كم كذا، يعني العدد الذين يتعافوا أكبر بكثير من الذين يتوفوا، فربما يعني هذه تساعد على رفع المعنويات. العالم المتطور يعني ما أصيبش بهذه الجائحات اللي أصيبت بها اليمن والدول مثل اليمن، فهماني؟ فهنا في يعني نقطة إيجابية إنه إحنا شعب تعرض لكل المهلكات. نعم. وبالتالي بإذن الله نستطيع أن نتعامل مع هذه الجائحة، وفي نفس الوقت مؤقلمين أو متأقلمين. أنا أتكلم كلام مجرد إني أشعر إنه لابد إن الشعب يشعر أيضا بإيجابية. رغم معرفتي الأكيدة بالنقص والانهيار الحاصل في كل شيء، لكن عندنا أيضا يعني لابد من الاعتماد على مراكز الصحة أو برامج الصحة، برامج الرعاية الأولية، الصحة الأولية. يعني ما نستدعيش إنه المريض يلجأ إلى المستشفى إلا في الحالات القصوى. الناس لو عرفت إنه عندها شوية أعراض إنفلونزا المفروض ما تخرجش من البيت. لا. الناس إذا حست بصعوبة بالسعال فقط المفروض ما تخرجش من البيت. هناك خطوط ساخنة وأتمنى أنها تفعل التفعيل الصحيح. صحيح. هناك تجاوب في بعض المحافظات في يعني كلمة من يعني حضرموت كانت على درجة كبيرة من المسؤولية والشفافية بحيث أنه ذكر. عند هذه النقطة دكتورة ذكرى، نعم، درجة الوعي بالنسبة للمواطنين، أنتقل إليك ختاما أستاذة كوكب، يعني بقدر محاولة توعية الناس هناك للأسف الشديد جانب آخر من يعني بين قوسين الذين استهتروا بالأمر، ما زالت بعض التجمعات الضرورية كالأعراس والعزاءات وما إلى ذلك، ما زالت النساء يخرجن للقاءات والولادات والتفرطة وما إلى ذلك، الأطفال منعوا من المدارس لينتشروا في الشوارع، يعني هل يمكن أن توجهي لهؤلاء رسالة معينة حتى يعني يستوعبوا يعني المسؤولية وفداحة الأمر؟ يعني هو بالنسبة أنا أرى أنه من وجهة نظري يعني هناك لازال كثير من الناس
مستخف أو ممكن في بعض الأحيان محبط، يعني أنا من وجهة نظري يعني. لكن البقاء في البيت قدر الإمكان هو لن يحمي فقط شخص واحد، هو يحمي أسرته ويحمي مثل ما قال الكثير، يعني أنت ربما قد تعدي شخص يكون مناعته ضعيفة وممكن تؤدي، فأنت لا يعني لا تؤثر بس على شخصك، بس أنت تؤثر على جميع من حولك. لكن أنا أود أن أقول شيء معين من وجهة نظرنا وما لاحظناه وما لمسناه في عملنا، أنه التجمعات هذه أو هذه الخروقات أراها أني قليلة، يعني مقارنة بالتأهب والاحتياطات اللي أخذها اليمنيين من أنفسهم يعني. وهذا الشيء يعني ما هوش غريب على اليمنيين، لأنه متعود أنه يكون هو الدولة لنفسه ويعمل كل الخدمات لنفسه وبيحاولوا يجدوا كل الحلول يعني. وهذه ليست مشكلة اليمن فقط يعني، هذا أصبحت مشكلة العالم كله في هذه الفئة التي لا زالت غير مقتنعة بفكرة التباعد الاجتماعي. صحيح. وأنا أوجه كلمة إلى منظمات المجتمع المدني إنها تفعل أكثر الموجودة خصوصا في الداخل، إنها تفعل أكثر التوعية، وفعلا في كان في أثر كبير على الموجودين. أما هذه في فئة معينة لن تقتنع، لابد أن نظل يعني شكرا. أنهم يظلوا في البيت. أتمنى من جميع اليمنيين أن يتنبهوا لهذا الأمر والأخذ بجميع الاحتياطات والتوعية للبقية. شكرا جزيلا لك كوكب الذيباني، رئيسة شبكة نساء من أجل اليمن، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. الشكر الجزيل لك دكتورة ذكرى النزيلي، عضو المجموعة الاستشارية اليمنية لمواجهة فيروس كوفيد 19، كنت معنا عبر سكايب من القاهرة. وكذلك لكم مشاهدينا الكرام، أسأل الله لكم ولنا جميعا السلامة. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.